شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي فتح 4 والذي تجري المنطقة الشمالية العسكرية ويستمر لعدة أيام بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. ناقش وزير الدفاع مع عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع أسلوب تنفيذهم لمهمهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة. كما نقل تحيات وتقدير الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية. أشار القائد العام إلى قدرة مصر على مجابهة كافة التحديات التي تهدد الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، كما أكد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكانياتها وقدراتها في مختلف التخصصات.